يامو يامو يا ست الحبايب يامو 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 يا ست الحبايب يا يامو. استاذ دوريد بدك تقول له شيء لمحمد؟ لا بدي اقول له باين عليه انه هو بيريد عنده اراده. ايه لما الواحد يكون عنده اراده بينتصر على اي صعوبه أكيد. قدامه طالما عندك هالاراده ان شاء الله كل شيء حيكون منيح. كل شيء حيكون منيح، واكيد المركز اللي عم بيروح عليه يعني هذا المجتمع المدني قد ايه عم بيدعم وبيساعد وعم بخفف معاناة، صح محمد؟ يعني قد ايه ساعدك المركز؟ المركز كثير ساعدني، ساعدني بنفسيتي اكثر شيء. اول ما صار معي سكري يعني مثلا فت على المستشفى كثير تضايقت، قضيت شيء 5-6 ايام بالمستشفى. ايه وضعي ابدا، نفسيتي كانت ابدا. طلعنا على المركز قعدوا مثلا يتحدثوا معي، بعدين تغير كل شيء. يعني مثلا صاروا يحكوني، صاروا يعملوا انشطه ياخذوني معهم، كل شيء تغير عن جد. وعلى كل حال ان شاء الله يعني بهالتصميم والاراده اللي حتحرقوا للسكر طبعا.